الحمد لله رب العالمين، احتفلت بلدية مدينة الشارقة برفع العلم الأزرق على شاطئ الخان. يأتي هذا الإنجاز وتأتي هذه الإضافة لشواطئ الشارقة لتكون مكملة للتوجه الحكومي والدعم من سمو الحاكم لأن تكون مدينة الشارقة مدينة صديقة للبيئة، مدينة صديقة لأصحاب الإعاقات الحركية. الحمد لله اليوم افتتحنا شاطئ الخان، وفي الغد إن شاء الله سوف يكون هناك افتتاحات أخرى قريبة لشواطئ أخرى على مستوى المدينة، وفي القريب العاجل إن شاء الله سوف نشهد مثل هذه الافتتاحات على مستوى الإمارة. إنما يأتي هذا كله تحت نفس السياق، تحت نفس الحرص، لأن تكون مدينة الشارقة هي مدينة عائلية تطبق أعلى معايير الأمن والسلامة لروادها، لمقيميها، لضيوفها، حتى لأصحاب الإعاقة فيها. اليوم على مستوى الشاطئ هنا عندنا خدمة إضافية موجودة في اللوحة الإعلانية، أي زائر لهذا الشاطئ يستطيع أن يقرأ بالباركود الموجود على اللوحة ويتعرف على الخدمات الموجودة ومدى المعايير المطبقة في هذا الشاطئ.